السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى ناس وأحلى عيلة. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. موضوع النهاردة كده إزاي بطريقة بسيطة جدا نغير الحساب الأساسي في كروم بأي حساب عندك على التليفون. يلا مع بعض نشوفها. تمام، لو جيت ادخل كده على طول، بالنسبه للي عندهم قناتين، لو جيت ادخل هلاقي القناه الاساسيه هنا. ممكن في فكره تانية، ممكن ان انا اقدر ابدل الحسابات بعد ما ادخل كده على القناه وابدل الحساب. وانا على الصفحه الرئيسيه لكروم ممكن اضغط على علامه البيت هنا، العلامه دي. تمام، هيدخلني كده بقى العنوان فوق جوجل. بقى هنا الصوره صورة بتاع البروفايل بتاع الحساب، بضغط عليها بيفتح لي الجيميلات اللي عندي كلها، ابدل من هنا ممكن ده. تمام، دي طريقة، دي كده طريقة. والحاجة التانية ان انا ممكن اضغط على صورة البروفايل اللي فوق اهو، بيجيب لي الجيميل بس اللي انا عليه. تمام، بضغط عليه هنا بيجيب لي الجيميلات اللي عندي كلها على التليفون، اختار منها اللي انا عايزه، ابدل من هنا. تمام، ولكن الطريقه دي بتغلب في بعض الاحيان، في بعض الاحيان، وقلناها قبل كده او شرحناها قبل كده. طيب احنا نعمل ايه؟ افضل حل، افضل حل ممكن اضغط كده ضغطه مطوله على كروم واروح على علامه الاي هنا، واروح على علامه الاي اللي بتظهر لي فوق. تمام، بيفتح لي كده التطبيق وبروح على التخزين هنا وبحاول امسح بيانات التطبيق. طيب لو علامه الاي بتظهر ما بتظهرليش هنا اعمل ايه؟ هروح من هنا على الاعدادات، هضغط على الاعدادات بتاع التليفون، الاعدادات العادية يا جماعة، الاعدادات العادية، نشوفها تاني، الاعدادات العادية، الاعدادات العادية. تمام، هروح على الاعدادات في التليفون. تمام، اهو فتح معانا. بروح على التطبيقات، التطبيقات. تمام، اروح على التطبيقات. اول ما يفتح معايا كده يفتح معايا التطبيقات في الاعدادات، بدور على تطبيق كروم، تطبيق كروم اهو، اهو تطبيق كروم اهو، هو ده. تمام، رجعنا لنفس الصفحه اللي احنا كنا عليها. بدخل على التخزين، بدخل على التخزين على اداره المساحه، اداره المساحه اهو. تمام، المساحة، إدارة محو جميع البيانات، بروح على مسح هنا جميع البيانات. حسنا، هل ترغب؟ أيوة أوكي برغب. تمام، بعمل حسنا، البيانات نفسها كلها تمام اتمسحت من كروم، يعني كروم دلوقتي مش متسجل بيه أي حساب. تمام، هتيجي تدخل على كروم كأنك بتفتحه من جديد، هضغط عليه كده أهو. تمام، على كروم ماشي، ده لسه من جديد. هنا بيقول لي كده يمكنك المساعدة في تحسين كروم عن طريق إرسال إحصاءات. أنا بالنسبة لي بلغيها، مش عايز أنا من هنا أي حاجة. تمام، وبضغط على القبول والمتابعة. هنا جنب الجيميل اللي ظاهر عندي علامة السهم اهي، ده في البداية، بضغط على السهم بيفتح لي الجيميلات اللي عندي على التليفون، بيفتح لي الجيميلات اللي عندي على التليفون. لو عايز انا اضيف اي حساب الى الجهاز هضيفه من هنا، هضغط على القناة التانية بالنسبة لي على اساس وبضغط على لا شكرا اهو، لا شكرا. تمام، انا مش عايز مزامنة، لا شكرا دي اللي هي تفعيل المزامنة، هل تريد تفعيل المزامنة؟ فانا بقول له لا. تمام، انا كده فتحت على ايه؟ فتحت على القناة التانية، ده من البداية خالص وبريح نفسي. ممكن ادخل جوه واغير زي ما احنا قلنا في البداية، لكن بعض الناس ما بينفعش معاهم الطريقة دي. تمام، ده بالنسبة كده جزء لتفعيل لتغيير الحسابات بسهولة من بعيد عن الوش اللي انا ادخل فيه. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ادخل على اي قناة تانية من كروم او من على اي حساب تاني من كروم
بعيد عن الطريقه اللي كنا شرحناها قبل كده، ان انا بس امسح حسابات او انسى امسح البيانات لجوجل ادسنس واختار انا الجيميل اللي على مزاجي وادخل عليه بعد كده. تمام، دي فكره. والفكره الثانيه اللي احنا كنا شرحناها اللي هي من تبديل الحساب بعد كده. تمام، اي سؤال في اي موضوع تحت امر الجميع، في امان الله جميعا. سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته.